إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هشام هاشم. إخوة الكرام، إني أحبكم في الله وأعتذر لأنني أطلت عليكم، ولكن للظروف أسباب. ولكن اليوم جئناكم بشرح في كيفية التعديل على قالب ليفون، القالب المعروف الذي له شكل مجلة كبيرة جدا، يعني شكل جميل والكل يعرفه. فالقالب موجود في العديد من المواقع، يعني يمكنك تحميلها مجانا، منها من هي معدلة جيدا، ومنها من لم يتم تعديلها، ومنها من تم شراؤها كاملة مكملة. ولكن هذا القالب الذي يعني معي الآن قالب سليم من الأخطاء، حتى أني قمت ب يعني مراقبته في أحد المواقع المعروفة في يعني الخاصة بجوجل، فأعطاني 0000، بمعنى لا يوجد هناك أي خطأ، سليم جدا، جميل في الأرشفة، متجاوب مع الهواتف الذكية إلى آخره. الآن كي لا أطيل عليكم، سوف نقوم بشرح كيف يتم التعديل على هذا القالب. قالب يتوفر على قائمة منسدلة، سلايدر يوجد هنا فقد قمت بتوقيفه، آخر الأخبار، يعني سلايدر كثير جدا، الصفحة الرئيسية بهذا الشكل، الإعلانات في مكان واضح بين، يعني موقع جميل جدا، لون مناسب، كما يمكنك تغيير الألوان إذا كنت تعرف كيف تتعامل مع CSS. أشكال كما تلاحظون، فقط اطلاع قبل أن نشرع في العمل. تمام، جيد، هذا هو القالب الخاص بليفون. فسوف نبدأ أولا واحدة واحدة، وطبعا سوف نتحدث أو سوف نشرح بالخشيبات، يعني سوف أشرح بطريقة يعني ثقيلة جدا كي تفهم. كان الفيديو طويل أو قصير هذا شأنك إذا لم تريد أن تستمع، ولكن كي يعني أوصلك الرسالة واضحة أو يعني الشرح واضح بين. تمام، أولا يجب عليك كنصيحة مني، أي مدونة تريد أن تضيف لها أي قالب قم بتنظيفه. تمام، والتنظيف سهل، تكتب في جوجل تحميل تنظيف قالب أو تنظيف القالب، أول واحد سوف يظهر، تقوم بالدخول وسوف تنسخ الكود وتنقر على تحرير الـ HTML، ثم تقوم بحذف الـ HTML الخاص بالقالب القديم، وتضع الكود أو الـ HTML الذي قمت بتحميله الخاص بتنظيف القالب، ثم حفظ، وسوف تتخلص من العديد من الأداة التي تظهر في التخطيط التي لا يتم أو لا تستطيع حذفها. تمام، ثم بعد ذلك تقوم بالنقر على نسخ احتياطي وتقوم بتحميل قالب عادي الذي سوف تجدونه في أسفل الفيديو إن شاء الله. بعد ما تقوم بتحميله، طبعا سوف نذهب مباشرة إلى التخطيط. فالقالب عمله النسبة 98 أو 97% يتم تعديله من التخطيط. تمام، يتم تعديله من التخطيط. فسوف نبدأ واحدة واحدة، يعني خذ معك كوبا من الشاي واستمع جيدا، أو تابع واحدة ثم وقف الفيديو، واتبع ثم وقف الفيديو إلى آخره. هذه الإعدادات لا تلمسها، لا تحتاجها حاليا. هذا المكان الخاص بالصفحات سوف ننقر عليه. هذا الصفحات هو هذا المكان. تمام، وهذا المكان الصفحة الرئيسية، يعني يمكنك إضافة يعني أي شيء، تنقر على إضافة رابط خارجي وتكتب مثلا أحبك في الله، أحبك في الله، وتضع الرابط هنا. تمام، ثم عملية الحفظ، ها هو موجود هنا، وأي شيء قمت بإضافته سوف يظهر في هذا الأسفل. تمام، بعد ذلك تقوم بعملية الحفظ وسوف يتم ظهوره كما أندرويد الآيفون فيديوهات تعليمية هكذا. تمام،
جيد، العملية الأولى انتهت يا الصفحات. هنا مواقع التواصل الاجتماعي، هي هذه، تمام. سوف أنقر على تحرير، ثم بعد ذلك سوف أقوم بإضافة اسم الموقع الجديد، يعني مثلا فيسبوك، فيسبوك فيسبوك، و يعني عنوان رابط الفيسبوك، ثم أضف كذلك تويتر، كذلك إلى آخره، ثم الرابط الخاص بها، ثم عملية الحفظ. وسوف أقدم لكم كيف يتم كتابتها في أسفل الفيديو، سوف أضع لكم هذه الأسماء، تمام، الخاصة بجوجل بلس، تويتر، والفيسبوك، والخاصة باليوتيوب، سوف تجدها في أسفل الفيديو. سوف أعيد، أسفل ماذا؟ الفيديو، كي لا تقول لي أين هي، أسفل الفيديو، لن تدخل إلى أي مدونة، فقط أسفل الفيديو، تمام. ثم بعد ذلك عملية الحفظ، وسوف تجدها إن شاء الله بحول الله في هذا المكان. ثم بعد ذلك تأتي معلومات هذا المكان اللي هو الخاص بشعار المدونة، شعار المدونة، بسم الله. هنا تكتب اسم المدونة الخاصة بك، معلومات طبية والأعشاب الطبيعية، أو اكتب ما تريد، الوصف الخاص بالمدونة، ثم هنا تختار الصورة المتناسقة أو المتجاوبة مع القالب، فغالبا سوف تكون في الطول 300 وفي العرض 90، لكي تكون متناسقة مع الإعلان الذي يكون 728 في الطول و90 في العرض. ثم بعد ذلك سوف تنقل بدلا من العنوان والوصف، لكي يظهر فقط الشعار، صورة الشعار، أو إذا تريد فقط الكتابة تتركها خلف العنوان والوصف دون إضافة أي صورة، تمام، جيد. في هذا المكان الـ HTML جافا سكريبت، هذا المكان هو الذي يتم إضافة فيه عنوان، أو إضافة فيه شفرة الأدسنس التي تكون بقياس 728 في الطول و90 في العرض، سواء صورة HTML أو شفرة الأدسنس أو أي شفرة في أحد الإعلانات الأخرى، كي يكون متناسق كما هو في هذه المدونة. أنا وضعت صورة إعلانية ينقر أي شخص ينتقل إلى موقع آخر، تمام؟ جيد. القائمة الرئيسية أمرها جد جد سهل، القلم من الآخر جد سهل، لا يحتاج إلى احترافية، فقط بعض الناس التي لا تجد التعديل على القلم. القائمة الرئيسية إخوة الكرام هي هذه، هي هذه القائمة الرئيسية التي توجد فيها مكتبات الأطفال، كتب دراسية، فرض اختبارات، تطبيقات وبرامج، زيد إلى آخر ذلك. سوف ننقر عليها تحرير الـ HTML هكذا، ثم سوف نكتب هنا اختبارات وفروض، تمام. وهنا ماذا؟ الرابط اخوة الكرام مقصود فيه، كي لا يتم سؤال، يعني ترك سؤال، يعني شنو هو الرابط؟ الرابط هو www.google.com، انت اكتب ما تريد، تمام. انا فقط اعطيت مثال. ثم بعد ذلك سوف اضيف اختبارات وفروض، هذه الاختبارات والفروض سوف تظهر على هذا الشكل، تخيل معي هذه الاختبارات والفروض، تمام. إذا أردنا أن تكون لهذه اختبارات وفروض قائمة منسدلة كما هو موجود عندنا هنا، عليك بطريقة سهلة وبسيطة، وهي سوف أقوم بحذفها أولا، ثم سوف نرى ما هي. قلنا اختبارات وفروض هي قائمة التسميات، جيد. الآن نريد أن نخرج من هذه القائمة ديال التسميات منسدلة، سوف نكتب مثلا اختبارات وفروض، سوف أكتب السنة
الثانوية. اكتب السنة الثانوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السنة الثانوية، تمام؟ وسوف نضيف قبل كلمة السنة الثانوية ناقص. ناقص، تمام؟ تعرفون ما معنى ناقص؟ ناقص هو ناقص، هذا هو ناقص، جيد؟ ناقص. أو توجد رقم 6 في لوحة المفاتيح في الأعلى، توجد رقم 6. هيا، وإذا نقرنا عليها سوف تكون ناقص. ثم بعد ذلك سوف نقوم بوضع لها الرابط الخاص بها. والرابط إخواني الكرام، كتنبيه، الرابط يجب أن يكون، أن تأتي بالرابط من التسميات. التسميات هي هذه، ها هي التسميات. التسميات سوف أقوم مثلا بالنسخ هكذا، نقر على يمين الفأرة، ثم كوبي الأدريس، يعني انسخ رابط هذا الاختبار، سوف أقوم بنسخه، ثم بعد ذلك سوف أقوم بإضافته في هذا الأسفل، تمام كما تلاحظون. لا تأتي برابط آخر من التسميات، التسميات الخاصة بها هي خاصة بها، لأنني أنا شخصيا جربت أن أضيف التسمية، يعني يعني كنت جمعت التسميات قبل أن أركب هذا القالب، فبعد ما ركبتها لا تظهر، أنقر عليه يقول خطأ، ولكن فيها هي حتى يتم تعديل الأمور إلى آخره، تنشئ تسمية خاصة عندك أنت، وسوف أشرح لكم كيف يتم إضافتها. المهم يعني كتنبيه فقط، سوف تقوم بإضافة هكذا، هي في الأعلى. إذا أردناها أن تظهر في كمنسدلة خاصة باختبارات، سوف نقوم بتنزيلها هكذا. وكذلك سوف نضيف مثلا، نضيف الزواج مثلا، ندير ناقص الزواج، الرابط، ثم الطق، ثم هي أصبحت في الأسفل. إذا أردنا أن تظهر في الأسفل، أسفل التسميات المنسدلة هكذا، ناقص، ثم سوف تظهر عندك منسدلة، تمام؟ هاي سوف أصعد قليلا، تمام، جيد. ثم بعد ذلك عملية الحفظ، وانتهى الأمر، عملية الحفظ وانتهى الأمر، سوف تظهر، جيد. وإذا زدت على حدك، يعني مثلا درتي متنوعات، تطبيقات، برامج، فروض، كتب، مكتبة الأطفال، أخبار، وزدت مثلا هنا الطب النبوي، سوف تختفي وتجتمع في مكان واحد، مثل سوف تظهر قائمة تتوفر على ثلاثة خطوط مثل الهواتف، إذا نقرنا عليها تظهر منسدلة كاملة إلى الأسفل، إذا زدت على القانون، جيد. يوجد كلمة آخر الأخبار. آخر الأخبار هي هي آخر الأخبار، هي هذه، يعني لا تعرف لها إلا آخر الأخبار، وهذا الخير هذا الذي يوجد مثله في المواقع الإخبارية، ده هو المقصود، تمام. كيف يتم إضافة أخبار؟ أنت حين تقوم بمشاركة أي منشور، تمام، تدخل إلى المشاركة، ثم تكتب الموضوع، ثم في التسميات تكتب له قسم، مثلا كتبت له كتبت له كتب دراسية، سوف تكتب هنا كتب دراسية. وأنا يعني أفضل أن تختار اسم معين لجميع المنشورات، مثلا كل المنشورات تكتب هشام، اكتب فقط هشام، وعملية الحفظ وأي شيء له علاقة بهشام سوف يظهر في آخر الأخبار، ثم عملية الحفظ. الواجهة، الواجهة كذلك سوف تكتب فيها مثلا هشام الخاص بالتسميات، المكتوب في نفس يعني نفس الاسم المكتوب في التسميات، إذا لم تكتب نفس الاسم فلن يظهر
السلايدر، الواجهة المقصود السلايدر، تمام؟ المقصود السلايدر، فأقوم بعملية الحفظ لأثبت ذلك. عرض المدونة كي لا يقول شخص إنك لم تقم بعملية المعاينة و إلى آخره، وسوف يظهر السلايدر الآن. وجاري التحميل سوف يظهر السلايدر، كتبت فيه هشام وسوف يظهر. وصافي، اطمأنتم؟ جيد، جزاكم الله خيرا. ها هو اختبارات الفروض التي كتبناها، وها السنة الثانوية، وها الزواج الذي كتبناه، تمام؟ جيد. حتى يمكنك، هناك واحد الأيقونة صغيرة جدا، إذا نقرنا عليها أو نقر عليها الزائر ترتفع. جيد، تمام. الآن سوف ننزل إلى الأسفل قليلا. صافي معايا، صافي. السلام عليكم، هذه انتهينا منها. هذا المكان، هذا المكان ربما سوف تجد HTML جافا سكريبت هنا أو هنا أو هنا، ربما لا تجد، وغالبا لن تجد إذا قمت بتنظيف القالب، لأنني أنا قمت بإضافتها. كيف يتم إضافتها؟ إضافة أداة ثم HTML جافا سكريبت، وأضفت لكود الأدسنس، يعني أدسنس هنا وأدسنس هنا. هذا يظهر في الكمبيوتر، والثاني يظهر في الهواتف الذكية، بقياس الهواتف الذكية التي هي 368 في العرض و280، 368 في الطول و280 في العرض، وتركتها في الجهاز الكمبيوتر هكذا. يعني هذه إعلانات فيديوهات تعليمية، فيديوهات تعليمية يمكنك أن تكتب أنت أخي الأخبار، اكتب ما تريد، وسوف تظهر على هذا الشكل. بالحق يجب عليك أن تنقر على التحرير، ثم بعد ذلك تكتب التصنيف المحدد. مثلا عندنا 62، كلها سوف تظهر، تمام. ولكن أنت تريد لا شيء، تريد فقط أن يظهر مواضيع فقط الخاصة بأخبار اليوم، هي التي تريد أن تظهر في هذا المكان، كما أنا فقط فيديوهات تعليمية، تمام. يمكنك فعل بهذه الطريقة، ثم عملية الحفظ أو الكل، وسوف يظهر الكل. جيد، انتهينا عملية الحفظ في هذا المكان الخاص بفيديوهات تعليمية، وقم بتغيير الاسم، هذا شأنك. قلنا هذا ال HTML جافا سكريبت، HTML جافا سكريبت فقط أضفتها إضافة من عندي فقط. هذه الأماكن عدتني هي خاصة، إضافة خاصة بي، أضفت الفيسبوك، مشاركة، أضيف صورة، أضيف تسميات، مشاركة شائعة، هذا شأنه. الموقع التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي، هنا سوف تضيف مثلا فيسبوك كما ذكرت لكم في الأعلى، فيسبوك، فيسبوك و المهم فيسبوك، وسوف تكتب العنوان وتضيف يوتيوب، يوتيوب، تمام، وتضيف تطط ويعني الرابط وهكذا، وسوف تظهر بالاشكال، اشكال اليوتيوب، اشكال الفيسبوك، يعني شكل مربع بقياس 80 في او 90، 90 في العرض و60 في او 90 في الطول، و المهم بهذا القياس، قياس صغير، تمام. ثم عملية الحفظ، هذا الأمر غير معقد. ثم بعد ذلك قد أطلنا عليكم، ولكن لا إله إلا الله، هذا يعني لابد منه. هذا المكان يمكنك إضافة إضافة هنا، إضافة هنا، إضافة هنا، سواء كان فيسبوك أو إضافة يعني الإعلانات اللي تريد، اللي تحب كما يقول المصريين، تمام. فأنا أضفت في هذا المكان إعلان، هو هذا الإعلان على شكل روابط التحميل، وضعته فقط. وإذا أضفت في هذا المكان، إذا أضفت يعني إضافة أخرى، يعني صور أو إعلانات، سوف تظهر فوق هنا في هذا المكان، فوق بين الإعلان اللي 728 ورابط يعني إعلان خاص بروابط الاختصار، روابط التحميل. جيد، ها نحن ننزل إلى أسفل. في هذا المكان سوف نرى الموضوعات
كلها مقفلة، كلها مقفلة. في الحقيقة هذا القلب يعني للمبتدئين، يعني سهل جدا، يعني المحترف يعني لا داعي للدخول إن شاء الله يعني. ولكن المبتدئين هذا جميل، تمام، يعني جميل لك في تعديله، يعني لا تحتاج أن تتصل بأحد إلى آخره، عملية فقط في التخطيط. وهنا في هذا المكان إذا ضفت إعلان في HTML جافا سكريبت، تمام، سوف يظهر الإعلان في مثلا، نقول مثلا، ركز معي، لن يظهر هنا، لا سوف يظهر إذا نقرنا مثلا على صفحة التطبيقات، أو انتقلنا إلى مثلا إذا انتقلنا، إذا انتقلنا إلى رقم 2، صفحة رقم 2، إذا انتقلت إلى صفحة رقم 2 سوف يظهر إعلان آخر، سوف أنقر عليها، انظر جيدا، أنا قمت بحذفها، أعتذر، ولكن هي موجودة هنا، أنا قمت بحذفها، قمت بحذفها، هي موجودة في هذا المكان. ننقل متى على فروض واختبارات، فروض واختبارات، سوف يظهر إعلانين، أنا قمت بوضع إعلانين في خط واحد، سوف تظهر، هي توجد في هذا المكان فقط للاتصال، هاي مساحة كما تلاحظون مساحة فارغة، سوف أعيد الدخول، مساحة فارغة، هذه المساحة الفارغة يوجد فيها إعلان فقط للاتصال، الله يهدي اتصالات المغرب، الله يخرج فيهم الحق، اتصال ثقيل، يعني لا إله إلا الله، هاي، تمام في هذا المكان، يعني في هذه الأماكن إذا نقر أي شخص في هذه الصفحات الرئيسية الخاصة بالقائمة سوف تظهر له إعلان بالقياس الذي تريد، القياس الذي تريد، يعني مكانه الخاص هو هنا، تمام؟ في هذا المكان نظام التعليقات، لا تلمس، نظام التعليقات لا تلمس، هو خاص بتعليقات بلوجر، خاص بتعليقات بلوجر، هنا الإعلان كما ذكرنا لكم يا إخوان الكرام، وهنا نظام التعليق خاص ببلوجر، تمام؟ كي أكون واضح سوف أدخل إلى المكتبة الإلكترونية، المكتبة التعليمية التي تم التعديل فيها الأمور كاملة. لتوضيح الأمور أحسن، هيا نظام التعليق سوف نقوم بفتحه، سوف تجد فقط نظام التعليق، هذا الكود مبرمج على أنه إذا تركته سوف، يعني إذا تركت كلمة نظام التعليق التعليقات سوف يظهر بلوجر في هذا المكان هذا. معرفة تطبيق فيسبوك، إذا أضفناه كتبنا فيسبوك سوف يظهر مكان الإعجاب، أي شخص يدخل إلى الموضوع، يدخل مثلا إلى هذا الموضوع إذا دخل شخص إلى هذا الموضوع سوف يجد هذه الإضافة، الإضافة الخاصة بالإعجاب، تمام، يعني أعجبني هذا الموضوع، تمام، تم الإعجاب، واضحة. يوجد أيضا إذا أراد أحد أن يطبع، يعني الطابعة يطبع النشر الخاص بك، الواتساب، الفيسبوك إلى آخره، تمام، هذه لم أضيفها، إذا تريد إضافتها. هنا إعلان أول موضوع، يعني إذا تريد أن يظهر الإعلان في الأعلى
في هذا المكان هذا، ضع الإعلان هنا. هنا إذا أردت أن يضع الإعلان في وسط المواضيع ضعه هنا أو داخل الاشتيميل. المهم أنا يعني سوف أشرح لكم الأمور فقط من هنا، يعني أمر بسيط جدا. تمام. هنا إذا أردت أن تضيف إعلان، إعلان الأدسنس ويظهر في الصفحات، تعرف الصفحات هي هذه، هذه هي الصفحات، بمعنى ها هو الزائر حين يدخل عندي أنا الموقع ليس في هذا المكان، إذا أراد نعم الصفحات سوف أشرح لكم الصفحات ما هي. هيا مثلا سوف نقول على هذا المكان هذا، اختبار رسم السنة سوف نقول عليه هنا. الصفحات خاصة بالموقع هي هذا المكان فقط يظهر، لا تظهر أي شيء إلا جعلته مثل اختصار الروابط، هو الإعلان الذي هو في الأسفل هنا، فقط الاتصال في الأسفل، ها هو ظهر، ها هو سوف يظهر، هو هذا. تمام، مكان واضح هو هذا. أين أنت؟ هاو. تمام؟ جيد. في هذا المكان اختبارات وفرض، كتب دراسية، أناشيد الأطفال، قصص وروايات، ألعاب تعليمية، أخبار متنوعة، تطبيقات إلى آخره. اكتب فقط تسميتك. أنا مثلا كتبت هشام، كتبت مثلا تحديد تعديل، اخترت فقط ما هو اسمه، تطبيقات وبرامج، سوف أبحث عن تطبيقات وبرامج، ها هو برامج إسلامية، برامج كمبيوتر، تطبيقات إسلامية، تطبيقات، اخترت فقط التطبيقات التي تريد أن تظهر. كذلك مع الألعاب التعليمية، ها هي نختار فقط ألعاب تعليمية، فين هي ألعاب تعليمية؟ ألعاب، ها هي ألعاب تعليمية، ألعاب للأطفال، حفظ، مع هذه كلها. في الأسفل رسالة الاشتراك، بريد مدونة اتركها، يعني إذا أراد أحد الاشتراك أو إلى آخره، يعني لا داعي لحذفها. جيدة، فهنا يمكنك إضافة أي شيء، إضافة أي شيء. تمام، كما فعلت أنا شخصيا في هذا المكان، هاي أضفت هنا عادي. كما أن له سلايدر في الأسفل، يعني مواضيع مشابهة، والقالب كما تلاحظون جد سهل وبسيط ولا يحتاج إلى دخول التخطيط. ولكن سوف أشرح لكم قضية، سوف ندخل التخطيط من أجل شيء واحد، هو المكان إضافة كلمة الدلالية. طبعا للمبتدئين محترفين ما شاء الله، كلمة الدلالية هو هذا المكان، هو keyword، سوف تقوم بنسخه هكذا. طبعا سوف انزع هذه الكلمات الدلاليه، سوف تقوم بنسخه وتقوم بلصقه في احد التكست ولا الوورد ولا اي شيء، وتكتب كما كتب تطبيقات فصيله، تطبيقات كتب العربيه، كتب التاريخ، كتب الجغرافيه، اخبار متنوعه، تطبيقات الالعاب تتداخل في الاعلى في هذا المكان هذا. سوف تكتب مواصفات المدونة، مواصفات المدونة الخاصة بك. تمام، مواصفات إنها مدونة تقدم كذا وكذا 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 إلى آخره. والسلام عليكم، والأمر جد سهل وبسيط ولا يحتاج إلى شرح. فإذا كنت تستعمل الدومين سوف يظهر سلايدر وآخر الأخبار، لا تستعمل الدومين سوف يظهر السلايدر وآخر الأخبار، ولا مشكلة. وأعتقد قد انتهيت والأمر جد واضح وواضح. وإذا أعجبك الفيديو اترك إعجاب أو تعليقا، بارك الله فيك، وتابعنا كي تزيد في همة الاستمرار في نشر الفيديوهات. وجزاكم الله خيرا، وأعتذر على الإطالة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.